الأخيرة في مرمى الوصل، هل يفعلها الآن اللاعب الأرجنتيني إيميليانو؟ إيميليانو إيميليانو إيميليانو، والتعادل، التعادل للفرسان، هدف بهدف في الديربي، ما في أحد أحسن من حد، ضربة جزاء بضربة جزاء، والوصل كان البادئ، وشباب الأهلي هو من تعادل، واحد 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 واحد، والعودة السريعة، العودة السريعة لشباب الأهلي للأحمر في هذه المباراة، في هذه اللقطة، في هذه الكرة، وضعها بتخلص. هذا فينيسيوس اللي سجل هدف في أول مباراة للوصل في الدوري أمام ديبا، عرضي أمام المرمى، الله، بالنيران الصديقة سجل الكوري في مرمى، سجل الكوري في مرمى، يا سيوك يا بوك عون، يا بوك عون، الوصلاوية يبغونك عون، لكن شاف اللقطة الماضية، هذا سيوك سجل في مرمى بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، وبالتالي يتقدم شباب الأهلي ليس بأقدام لاعبيه وإنما بأقدام مدافع الوصل الكوري الجنوبي. أوه يا سيوك، هو اسمه أوه أوه، وهذا وحيد، وحيد إسماعيل المدافع قلب الأسد في اللقطة الأخرى في وسط الملعب. وليد حسين، وليد حسين حولها إلى لوفانور، لوفانور، الله عليك، الله يا لوفا، لوفا لوفا، سجل، سجل هدف، هدف حلو، هدف جميل في الديربي، لابد من أهداف جميلة، لابد من متعة حاضرة، ولوفانور هو الراعي الرسمي، الراعي الرسمي لهذه المتعة، لهذه المتعة، رابع أهدافه، لكن هذا الهدف، هذا الهدف، شوف، شوف الطريقة، الكرة العالية، الكرة العالية، الاستلام بالصدر واللمة ومن ثم التسديدة، والكرة في المرمى عن طريق لوفانور بهدف، هدف ثالث لشباب الأهلي دبي، هدف ثالث لشباب الأهلي دبي، وفرحة كبيرة. شوف، هانت عليك العشرة يا رودولفو. أوه يا زمن،